أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ملفات مفتوحة أزل في الله ونتكل تيتنا يتمت ستمة. في هذه الحلقة كما تحدثنا فيها قبل الفاصل مع ضيفنا العزيز والكريم السيد عيسى عاشور أبو دية الشاعر والكاتب والأديب وسجين سابق في سجون النظام السابق. سيد عيسى لو نجون نشوفوا الشعر الأمازيغي في هذه بعد ثورة 17 فبراير يعني تم ترسيخها في الأغنية الأمازيغية أو في الموسيقى بشكل عام وكانت لها دور بارز في الأغنية الثورية أو أغنيات أو أغاني ثورة 17 فبراير. كيف ترى الشعر الأمازيغي في بعد 17 فبراير؟ والشعر في حد ذاته يعني هو ديوان الشعوب في يوم من الأيام لما ما كانش في لا إذاعات ولا تلفزة ولا كان الشعر هو المعبر على وجدان الشعب وأحاسيسه. الأمازيغ غير من الشعوب طبعا في فترة فترة كانوا مقموعين في عهد معمر القذافي مش مسموح له يعني حتى ما قدرتش أنا مثلا نشرت بعض القصائد لكن الأمازيغ ممنوع لأن حتى في فترة فترة ما منعنا حتى من تسمية أولادنا يعني ما هذا الواقع. لكن الشعر الأمازيغي ألفنا في الفترة هذه أنا طبعا شعر بالأمازيغية والعربية عامية وفصحى طبعا الشعر طبعا عادة لما يتصاحب بموسيقى ويلقى فنان يجيد العزف ويجيد الصوت صوته جميل يهيج في الخواطر ويشجع في الشباب. وكانوا عندي ولد خوي عاشور بودية كان عامل هم محاصرين في يفرن في راس بنداو في الجبل كان ضرب عليهم ويجيب لهم في جيتارة ويعزف ويغني لهم بالأمازيغي قصايد تلهب في الحماس. وطبعا الشعر زي ما قلنا هو الوسيلة الأكثر تعبير والأكثر رسوخ في عقلية الناس. أنا تحكي قدامي ساعتين ثلاثة ما ممكن شد منك ثلاثة أربع كلمات لكن جيب لي عشر بيات نحفظهم يبدأ يتداول فيهم الآخرين وينتشروا ما بين الناس. وبالتالي الشعر هو يعني فعلا يظل رغم أن كثرة الكتابات الأخرى وكثرة الأعلام ولكن لا زال الشعر له مكانة في قلوب الليبيين بشكل عام والأمازيغ طبعا أيضا كغير من الليبيين. طيب هذا أحد المشاهدين يقول بالحق شيء هذا كان بعيد عنا كل البعد. طبعا هو يتكلم عليه الثقافة اللي كنا قبل شوي نتكلم عليها بعيد عنا كل البعد وياريت تستمر في توضيح الثقافة الليبية فهي مزيج من ثقافات العربية والأمازيغية والإسلامية. وشكرا لضيفكم بارك الله فيك أخوي الكريم. طيب سيد عيسى مش كاتب طبعا مش ذكر اسمه. أحد الأسئلة يقول أو أحد الأشخاص يقول السلام عليكم قبيلة البواندي هل هم أمازيغ؟ ما أعرف طبعا نحن زي ما قلنا هذه الحلقة ليست هي أكثر طبعا نحن تكلمنا فيها عن البواندي هي مش الباواندي هكذا يعني على حسب ما مكتوب عندي الوندي هذو في كيكلة والباواندي في لكن على كل حال احنا طبعا احنا اكثر شيء طبعا هي جلستنا يعني شعريه اكثر شيء. طيب الشعراء او الشعر الامازيغي القديم احنا زي ما نعرفوا عندك بعض الاشعار الامازيغيه منها اد فيليت شورتي مورا اللي طبعا تم يعني قامت مؤسسه توالت باصدارها او انتاجها كاغنيه وغيرها وازيغها وغيرها من الاغاني اللي منها ذات الطابع الفكاهي ومنها ذات الطابع يعني الطفولي او اللي تمس الأطفال. لماذا نفتقد في هذا الوقت يعني للأغنية لهذا النوع من الشعر أو لهذا النوع من الأغنية؟ والله أنا حاولت بقدر المستطاع أني أتنوع في مسألة الشعر الأمازيغي. كتبت للأطفال قصص بسيطة دي بتاعت يعني بتاعت الخرافات القديمة دي اللي التراث الليبي اللي أخني فيسا مني فيسا واللي عبيري دا مبيري دا وسردوك بوفلفلة كذا ترجمت من الأمازيغية. وكثير من القصص وإيزم ميخسي قيسلان يعني كثير.
تنوعت في مسألة الواحد، ولكن بقت رهينة الكتب. ما معم القدافي ما كان يسمح لنا بهذا، أنا بدون كتابة ودورة دورة يجي يرفعني. طيب بعد 17 فبراير هل سوف نرى يعني أعمال إن شاء الله مثل شاء هذه الله. الأعمال نتأمل نتأمل لنا الحرية. الحرية حسن تمن الحرية، يعني الشهداء هم اللي ماتوا مقابل شنو، والجرحى اللي ماتوا اللي جرحوا مقابل شنو، والمبتورين مقابل شنو، والمساجين مقابل شنو، والناس اللي تعذبت. وبالتالي لابد إن شاء الله الشعب الليبي يأخذ نصيبة من المغانم الحرة، على الأقل الكلمة مهمة جدا بالنسبة لي. أنا أرى الكلمة أهم من الفلوس وأهم من أي شيء آخر. أنا أستطيع أن أتكلم، كنا نخاف، كنا نخشى أن نخاف من بعضنا، أصدقاء نخاف من بعضنا، مش تخاف أن يبلغ فيها يشدوه يضربوه شنقان يقول لك يعترف. كثير من الناس اعترفوا على أبوه وعلى أخوه نتيجة العنف، يعني مش كل أحد عنده استعداد أن يتحمل ضرب، يضربوا في ضرب مبرح لدرجة أنه يغيبوك على العقل. وبالتالي تبدأ أنت تحترس كل الحرص أن ما تحاولش تكلم كل شيء إلا في ظروف يعني خاصة جدا. يعني كثير من المساجين اللي انسجنوا معانا وتعذبوا ماتوا قتلوا نتيجة واحد من الشباب هدرز مع زوجته ولا مع أخوه وصل الكلام جابهم كل، يعني صعبة كانت حياة، يعني الحقيقة كانت ظروف قاسية جدا في عهد الطاغية. يعني لو نشوف بعد 17 فبراير قامت الحكومة الأولى اللي هي كانت حكومة الكيب بمزاياها بعيوبها، طبعا مشت جت حكومة علي زيدان، لا نزال نعيش أيامها ما بين مزايا وما بين عيوب، وبالأخص وزارة الثقافة، ماذا قدمت حكومة علي زيدان بشكل عام للأمازيغ وما ومنها أو بالأخص اللي هي وزارة الثقافة، ماذا تقدم وماذا قدمت أو ماذا ستقدم للأمازيغ؟ والله ماذا ستقدم هذا في علم الغيب. نعم لا على حسب المعطيات هي كيف في علم الغيب، لكن على حسب المعطيات هل هناك شيء ستقدم؟ لكن ما قدمت بالنسبة للأمازيغ ما زال ما لنا شيء، ولكن برضو مع هذا احنا مع الهدوء مع التهدئة. أنا حتى استدعيت إلى العزل السياسي في جلسات. أنا دائما أرى أن يعني نحن محتاجين للهدوء، محتاجين حتى إن كان سيتم عزل لا يجب أن يتم بشكل كامل كله، يعني بشوية بشوية، لأن يخلوا الأمور خلي العربة تركب على السكة وتمشي شوية. احنا محتاجين للهدوء في الوقت الحاضر، لأن يعني لا يستطيع أي واحد أن يسعد كل حد، مش ممكن نو ون كان بليز اني ون، يعني ما تقدرش كل واحد يعني تعطيه لي بلا. لكن الثقافة، أنا التقيت بوزير الثقافة وجلسنا في السجن لأنه توا سجن في الوعد، ووعدني خيرا يعني أنه ممكن ينشر لي بعض الكتب. أنا عندي توا وكيلة الأولى موافقت لي على 10 كتب وحالتها من المطبوعات، لكن مطبوعات ما إلى الآن. طيب طبعا احنا وصلنا للدقائق الأخيرة للبرنامج. طبعا السمس يقول لماذا لا يعترف العرب بأن الأمازيغ هم سكان الأصليين لليبيا إلى حد الآن، أقصد بعد الطاغية، رغم حضارتنا العريقة. عزيزة ملحس، طبعا هذه أكيد نتيجة لتراكمات النظام السابق، لا يزال البعض متخوف أو متجهز من هذه القضية أو من الأمازيغ بشكل خاص أو بشكل عام. نحب طبعا نختم بقصيدة من عندك خالي، عامية ولا فصحى؟ حبذا تكون عامية لأنها دائما. هو أنا ما كنتش نحسبها أمسية شعرية. أنا قلت لك طلبت مني بعد إدعاء أن ندير أمسيات شعرية على شعر السجون. نعم. لكن ما دام تبي عامية قدامي عامية، هذه قلتها في تونس يوم 30/5 يفرن تحرر يوم 2/6. نعم. نقول له يا جرد وين تهرب وراك نفوسة، ما تطلق الكلين تكشف المدسوسة، يفرن وراك بالحفرة في سرت ولا طلب نسول جفرة، ولو هربت للسودان عبر الكفر يجيبوك من قرنك كما الخنفوسة، شف شوفتك على البعد دارت زفرة ومعفنة زي رت الجموسة، يفرن أعطتك ضربة يا جرد ما تنفع معها الهربة، مناديف منصوبة قريب الجربة ومفصلة على المخلبك مخصوصة، هو قاعد تلون بعد هذه الحربة ولو انقشتك زي خضرك تقول شكوسة، يفرن عليك صعيبة وتعرف فنون الحرب وترتيبها،
حصرتها شهرين بالتجربة وكتايبك على الحول من حولها مرصوصة ما نلت منها شيء كان الخيبة وإحنا جبالنا من ربها محروسة. بعد فكت الحصارك من غريان اللي يا وازن يجوك في دارك سكان الجبل لازم تطلع عارك وفي باب عزيزيتك بيديروا حوسة وكان ما لقوك يتبعوك مسارك اللي يرشقوا في ركبتك بخوصة يفرض صعيبة ياسر. نقريت في التاريخ كان القصر حصرت ولا ما قدرت حاصر لازم يطوفوا بيك في كروسة والناس على تحديثكم تتجاسر لين تعترف الشعب وين فلوسه. احنا مش ناسين فروخة اللي حش ويدرجحوا في البوخة اللي جيوبهم فلوسنا منفوخة في ترواتنا يرصوا تقول يرحوا تقول السوسة لازم نربطوهم زين فم الخوخة زي ما جبال يخرز الكرموسة. تنميرت شريع عيسى ويبارك فيك في الحقيقة يعني كلمات جدا معبرة ورجعتنا لتلك الأيام العصيبة التي نرجو ألا تعود مرة أخرى لي في هذا البلد الحبيب ليبيا. تنميرت بارك الله فيك رغم أنك ما ريحتنيش بكل من تقلب فيها من مشروع لي مشروع من موضوع لأن أكيد نحن نستغل هذه الفرصة يعني في بارك الله فيك وتشكر اللي دعا اللي استضافتنا بارك الله فيكم ونحن نأمل أن إن شاء الله يزيدوا في التطور في برامجكم ومن هنا أدعو أنا الإخوة الآخرين يعاونوا لنا عمل يعني فردي شوية يعينوا سواء بالإنتاج سواء بالمعونات سواء بالإعلانات سواء لأن هذه دعتكم ومحتاجة إلى مساعدتكم والإعلان جزء من الاستمرارية للإخوة اللي موجودين هنا ومعظمهم يعني يكاد يكون متطوعين وهذه فرصة لأن ننقل إليكم إن شاء الله هذه الأشياء وهذه دعا نشرت العديد من الثقافة في البلد والعديد يسمعوا فيها وشكرا على هذه الاستضافة بارك الله فيكم. بارك فيك أخي عيسى. مشاهدين الكرام هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم ملفات مفتوحة استضفنا فيها السيد والشاعر والأديب والكاتب والسجين السابق خالي عيسى أبو دية. في الختام تقبلوا تحية فريق العمل ومني أنا أجمل التحايا موهب قرادة الزلفلاوند تنميرت.